انه واحد المسلسل بتاع بس عايز اسالك هل المرشح بتاعك في فترة في حين فوزه هتساعده في البرنامج في تنفيذ البرنامج بتاعه ولا لا؟ هو اكيد انا هساعده بس مش المساعده اللي هي ان انا انزل معاه او لا، يعني انا ممكن اساعده عن طريق تخصصي، عن طريق ان هو يعني هو ينفذ وانا ممكن اساعده. تمام. وهل انت واثق من فوز مرشحك ولا لا؟ لا واثق طبعا، مفيش حد واثق من فوز مرشحه، بس اكيد يعني ان شاء الله يفوز. شكرا.